السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. الموضوع طبعا وكالعادة ثورة تشرين وما يحدث فيها وآخر التطورات، وكذلك التصعيد الميليشيا والحكومي ضد المتظاهرين، محاولات مستمرة لإجهاض الثورة ووأدها واستهداف المتظاهرين بشكل مباشر، الهدف القتل كما هو معلن وكما هو أيضا واضح على الأرض من عدد الشهداء الكبير والجرحى، وكذلك الاغتيالات التي تتم ضد الناشطين والصحفيين والحقوقيين وحتى إعلاميين محامين، كل من شارك في هذه المظاهرة في الثورة، في المظاهرات بشكل عام في المحافظات الوسطى والجنوبية هو مستهدف من قبل الميليشيات ومن قبل القوات الحكومية الداعمة والمغطية لنشاط هذه الميليشيات وتحركاتها. عفوا، نبدأ من ساحة الوثبة. دعونا نشاهد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة الوثبة. طبعا تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اقتحام قوات مكافحة الشغب منزل أحد أعضاء ميليشيا سرايا الخراساني الذي طبعا فتح النار على المتظاهرين في ساحة الوثبة. دعونا نشاهد. علي بطل، بطل علي بطل، رح نموت احنا بيها. بعد وحدة لا لا ما عليه. حجي فوتي فوتي فوتي. هذا بهذا بهذا اي خير بهذا. هذا المقطع الذي شاهدتموه يثبت انه سقط قتيلا على يد قوات مكافحة الشغب، هذه القوات التي اشتبكت معه باطلاق الرصاص ادى الى مقتله، وبالتالي هو إثبات وتأكيد على أنه قتل على يد قوات مكافحة الشغب، بخلاف ما تم تداوله حكوميا وميليشياويا ومحاولات لاتهام المتظاهرين بقتله. هذا أيضا ما ورد في بيان اللجنة المنظمة لثورة تشرين التي أوضحت هذه النقطة. طبعا تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تمثيل بجثة هذا الشخص التابع لميليشيا سرايا الخراساني، واستخدم الإعلام الحكومي والميليشياوي والذباب الألكتروني ما يوصف بهكذا وصف تابع للحكومة والميليشيات هذا المقطع للترويج أن المتظاهرين هم الذين يقتلون، هم الذين يمثلون بالجثث. طبعا هذا الموضوع تم نفيه من قبل اللجنة المنظمة للتظاهرات، ونأتيكم بالبيان باختصار شديد. أدانت اللجنة المنظمة لثورة تشرين التمثيل بجثة المجرم التابع لميليشيا الخراساني الذي فتح النار على المتظاهرين في ساحة الوثبة وقتل عددا منهم. أضافت أن المجرم دخل إلى إحدى البنايات، وبعد أن طوقها المتظاهرون تدخلت الشرطة وأبى أن يسلم نفسه، فحصلت مواجهة بينه وبين الشرطة فأردوه قتيلا. ومن خلال الهوية التي كان يحملها تبين أنه أحد عناصر ميليشيا سرايا الخراساني.
كذلك أضافت اللجنة أنه بعد مقتله قامت الشرطة بتسليم جثته لعناصر مجهولة لا يعرفها المتظاهرون في محاولة مريبة لتشويه صورة التظاهر السلمية التي واجهت الرصاص الحي والقتل والقمع من قبل الميليشيات الإجرامية والقوات الحكومية على مدار شهرين ونصف. هو تأكيد طبعا على سلمية التظاهر وكذلك دحض لكل المحاولات التي تحدث من الميليشيات ومن القوات الحكومية بآلتيهما الإعلامية وكذلك جيوشهما الإلكترونية. هو تأكيد وإثبات على أن هذا الشخص التابع لميليشيا سرايا الخراساني الذي قتل الكثير من الشباب المتظاهر سقط على يد القوات الحكومية، وما حدث بعد ذلك هو مسرحية أو لعبة كما وصفها البيان. طبعا شهود عيان من ساحة الوثبة في بغداد أكدوا أن رجلا كان مختبئا في منزل قريب من الساحة أطلق الرصاص على المتظاهرين، والأمر الذي أدى لاستشهاد أكثر من 5 وإصابة آخرين. فلنشاهد. احنا تعاركنا ويالي انضربنا طلقاسب لشنا بعيوننا، قام طلعت مرة تعيط، احنا تعاطفنا ويا امره عفناهم، من عفنا طلعنا من الباب الثاني رمى علينا وضرب وقع الولد. وهاي شوف الطلقات، هاي وحده هنا وهاي بالشجره اكثر من مكان رمى بيه، وقع واحد هنا النوب رجع رمى علينا من فوق من السطح، وطلعت النوب ام هاي اللي تعيط من الباب الاول من صارت المشكله رمت علينا مسدس كلوك 4 طلقات وضربت الولد برجله، ظل يرمي عام شام على العالم، وقع يمكن 3 أو 4، صعدوا له ولدنا، هاي بعد كان بعد الشغب ما جاي، صعدوا ولدنا، صعد ولد على هذا السياج، صار فوقه وضربه بالمسدس، وقعه من فوق، نزل على 2 بالبي كيسر ماهم جوا. معنا سيد قيس من بغداد، تفضل يا قيس. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قيس في ساحة الاعتصام. نعم قيس، صوتك غير واضح، اعتذر منك، حاول ان تتصل مرة اخرى، مشكلة بشبكة الاتصال. ام قصي من الكوت، تفضل يا ام قصي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يديم إن شاء الله إذاعتكم ورحمة الله والديكم وما قصرين ويا الجماهير ويا الناس المظلومة. كل الهلا أم قصي. رحمة الله والديك. فالسؤال أريد أسأل. تفضلي. هذا الشخص وظالم وقتل ذيك الشباب الحلوة ومسبية اليوم الدنيا، لازم تحققون وتطلعون. نعم. لعد هاي الشباب الطاهرة الراحت اللي كل شعرة من شعرايتهم تسوى هاي المجرمين الحقراء، شو لحد الآن مدستر الأمور وساكتة الدنيا ليش؟ نعم. ليش؟ شنو السبب؟ يعني هاي ذيك الليلة اللي صارت العملة بالليل ومال الناصرية ومال الساحة، لعد هاي كلها مو شباب. هذا مو بس عدنا ولا أعرفه اللي يقتل الناس أبرياء. نعم. بكم دفتر لو بكم مرقة ناس أبرياء طالعين مع الله بالسلمية، هذا ذولا من يقتلهم شلون يعني يباعون على شكله يحبوا من حلقه؟ نعم. ومع هذا ما كتلوا يا أم قصي، ومع هذا ما كتلوا، اللي كتلوا مكافحة الشغب. ما كتلوا لأن هم مطين قرار على نفسهم، هم قاموا يسوون شغلات خاله، قاموا يسوون شغلات ضد هالجماهير المتظاهرة على مود الخبزة، ما طالعين متعافين ولا طالعين شبعانين، خلي يرحموهم يرحمهم الله، ما نقول بعد أكثر. نعم. لأن شباب جاي تروح، كل شاب من عندنا وكاف الطينة شباب هواي هواي الطينة، أنا الأحاجيك مطي 4، لأن هذا ظلم بعد كاف ظلم، ملينا من الظلم ملينا. نعم. ملينا لحد الآن أكو عوائل صدق ما عندها حشة، صدق أكو عوائل نساء نزلت للشارع على مود الخبزة. نعم. كافي بعد، هم خجل ماكو بعد. زين أنا هسه بس أجبت على شي واحد. تفضل. الناس كلها الصيح ذولا أهل على أساس كلهم تابعين مرجعيات.
أنا بس أتعجب، هذا التابع المرجعية ما يقول المرجعية ترى حرام عليك هذا اللعب، ترى ما يجوز لك شباب جاي تذبح بالشوارع. نعم. ما يجوز لك هاي شهرين شباب نايمة تحت المطر والضيم والهضم. بابا أخذته كافي، أخذته واي جاي طلع بوقكم وطلع سرقاتكم وناس تفتن على ناس وناس طلعت بوق ناس اللي حتى كان مغمض كل شيء ما يدري عرف. نعم. بعد ما منها مجال العالم افتهمت، بعد ما يقدرون العالم عرفت، العالم كانت غافلة يطول لم الرعاية كل شهرين 175 مكيف بيهن، هسه لما نعرف حقه بالنفط شهريا الى 500 و600 هذا شي سكتة بعد، هاي كلها خلت تروح. بس هذا يا أب يا أم تنام الليل وقطت ابنها قدامها ضحى. نعم. يا أب يا أم إنه بيجينا هذا الله يسلمه طلع دي جسة العيساوي خلي ينتخبون هم يختاروا لكم من يا كتلة من يا كتل، هاي يا كتل مو كافي، كاف ظلم كافي ملينا. وأسأل الله ليوفقكم ووفق كل طيب يوصل صوته للعالم. بارك الله بيك أم قصي، شكرا جزيلا للمشاركة. سيدة أم قصي كنت معنا من الكوت. معتصم من السماوة تفضل يا معتصم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله معتصم. تفضل يا معتصم. تفضل. تسمعني؟ أسمعك. يعني بس أريد بس ما رفضتك مو بالخطب. تفضل خذ راحتك تفضل. يعني أكو أنت أيام ال 2014. نعم. صارت مظاهرات رمادة تحت الاعتصامات مثل ما تسميها أنت. طيب. زين أنت اللي تسميهم ثوار العشائر، أول مرة اسمها قناة طائفية وهي دمرت البلد، هي اللي وصلتنا لهاي المرحلة هي. طيب. زين. إي. بعد. أنتم لا تفهمون. إذاعة طائفية هاي، إذاعة دعسية وحزب البعث ما يرجع لا صد. طيب لا لا خليه بس خليه شو عرفت اول شيء معتصم تسمعني؟ اسمعك. طيب خليه هسه نتكلم حتى اسالك وتجاوبني. اولا شلون اثبتنا انه احنا او شلون اتضح لك انه احنا قناه بعثيه؟ هاي اولا شنو اللي طلع على شاشتنا يحكي بيه على البعث؟ وين اصلا مجدنا البعث؟ اعطيني دليل واحد. هي قناه الرافدين. طيب هاي منو قال لك هالكلام؟ بس اسمح لي يا معتصم، انت جاي بعثيه. طيب انت جاي معبه يا معتصم، انت جاي معبه او احد دافعك او انت عندك اعتقاد ربما انه احنا قناه طائفيه بعثيه. عموما احنا ما نحتاج شهادتك يا معتصم، احنا الناس اللي تشكر والناس اللي اقتنعت بما ننشره والناس اللي مصدقه فعلا انه احنا وياهم، لان احنا فعلا وياهم من اول يوم، هذا كافي بالنسبة لنا وما نحتاج انه انت حضرتك تتهمنا هذا الاتهام الباطل طبعا جملة وتفصيلا. دولة وكبت هاي اسرار دولة، انت مالك حق. شلون؟ انت مو عراقي اصلا، انت حزبي، انت حزبي ابن حزب. طيب انا حزبي؟ انت تعرف ايش قد عمري اصلا حتى انا اصير حزبي؟ معتصم شكرا لك. من بين الصورة الجميلة المتصلين المحترمين المشاركين معنا من يؤيدنا، يأتي السيد معتصم ويتهمنا بهذا الاتهام. طبعا موضوع ثوار العشائر وموضوع ساحات الاعتصام، الكل يعلم أن سنة كاملة بطريقة سلمية كان يقف أهالي المحافظات الغربية، لم يرفع سلاح واحد ولم تطلق رصاصة واحدة ولم يحمل سوى العلم العراقي. مع هذا اتهمت وكيلة الاتهامات لساحات التظاهر في المحافظات الغربية من المالكي وغير المالكي وقمعت بشتى الوسائل تحت ذريعة داعش. وما يحدث الآن في ساحات التظاهر هو أكبر دليل على أن من خرج في المحافظات الغربية ظلم من نفس الأحزاب التي تظلم الشباب وتقتلهم اليوم. من يقمع الآن في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية يقمعون على يد نفس الأحزاب وعلى يد نفس الميليشيات التي قتلت وذبحت وهجرت العوائل النازحة، العوائل العراقية التي تنزح الآن
أيام المظاهرات في المحافظات الغربية، يخرجون باتهامات وقمع وقتل ومجازر حدثت، ويعني القصة كل يعرفها. أما بالنسبة لقناة الرافدين، هي تسير على نهج واحد منذ أول يوم، وهو محاربة الاحتلال والتصدي له والتصدي لإيران وأدوات إيران في العراق، وهو النهج والشعار الذي رفعته منذ أول يوم للتأسيس. لم نختلف الحمد لله على النهج، ولم تتغير السياسة، والكل الآن حتى لدينا كانوا معارضين لنا وربما يحملون نفس الأفكار التي تحملها الآن، لكن مع مرور الأيام تغيرت قناعتهم واتصلوا بنا واعتذروا عن الفهم الخطأ الذي كانوا أو النظرة الخاطئة التي كانوا ينظرون لنا بها. حضرتك شكرا للمشاركة عموما، ورأيك يظل بالأول وبالأخير. من معنا الآن؟ أبو أسد من البصرة، تفضل. السلام عليكم ومحييك وحي برنامجكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، حول المظاهرات السلمية اليوم في بغداد. حاليا صار قلت لك صار حدود شهرين بغداد، أنا من البصرة. المظاهرات السلمية ما طلعت عن طورها. وما جرى اليوم في ساحة القلاني أو الشهداء بغداد تحت وقت العفو، هذا عمل مبرمج. وأنا حسب معلوماتي، حسب ما سألت، هذا ضارب الديرمي يومي يدير المتظاهرين وما حد ساكتين عنه، وهذا مندس. وهناك جماعة تقولون على لازمي القوات الأمنية، زين القوات الأمنية شلون سلموا المتظاهرين وعدموا على الباب، قتلوا على الباب العمود، هذا كله مبرمج. يعني شلون الدول العالمية، كود بعض الدول دانت هاي الجريمة، يعني انتم مدرسوا هاي الجريمة، ليش مدرسوا الجريمة مال يوم الجمعة الفاتت مدر الخميس من دخلت الكبار المتظاهرين بالسنك، ليش مدنتوهم؟ قلتوا هاي قتلوا واحد، روح المتظاهرين كان فيه، زين انتم كثرتوا على عشرات يوم الجمعه الفاتت بالسنك، شو ما حد عنهم، ما حد حكى، هاي راح تمر بالدنيا على مود واحد، واحد من ساقط حشي من اقول ابو جهه. هاي وحده. اثنين، انا حكايتي اكو كلمه مثل يقول، انا خذ العبرة من أفواه المجانين. أنا مو مجنون، بس أنا مفكر وأتهم. طيب، صار من يوم الاحتلال اليوم أبو الهول ما حكى، بس الناطقين بس الصحافة والكربلاء يحكون. عمي أبو الهول ترى ميت، أبو الهول ميت، خلي الشعب يوعى. أبو الهول ميت، ذول الصحافة والكربلاء يحكون باسمه، وأنا ما عندي شيء بعد. شكرا يا أبو أسد، أشكرك المشاركة. ومشاهدينا طبعا نشاهد مع حضراتكم الآن مقطع لاقتحام قوات التدخل، قوات مكافحة الشغب، لمنزل الذي كان يحتمي به أحد أتباع ميليشيا سرايا الخراساني، وكيف حدث الاشتباك بينهم وكيف أدى هذا الموضوع إلى قتله. فنشاهد. بعد وحدة لا ما عليه، حجي فوتي 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 اخوي. صاحبك من علاوي، من علاوي هذا
مشاهدينا الكرام، معنا سيد مصطفى من مصر. تفضل يا مصطفى. قدنا اتصال ابو علي من واسط. تفضل يا ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير حضرتك، ومساء الخير للعراقيين، ومساء الخير للثوار. تسمح لي استاذ بس اقول للاخ اللي يتهم قناتكم او يتهجم، نعم، انت بزمن البعثيه ما كنت تقدر تحكي، ولا زمن الدعوه ما قدرت تحكي، ليش كانوا يقتلونك؟ بس قبل تتخابر وتقول اسمك وما ادري اسمك صحيح او لا، يا اخي بدال لا تجي وتتهجم قول رايك بصراحه، قول انتم كذا انتم كذا. بس هو شنو اللي غاته؟ اللي غاته انه انتم محسوب عليكم انه انتم قناه سنيه. نعم. والان اللي جاي ينقتلون هم شيعه. مع تحفظ على هذه الكلمات، لان هذا للاسف اليوم هم زرعوها بينا الجدد. 16 سنه. وجاي تدافعون عن شيعه. واللي يقتلون الشيعه همينا هم شيعه. فيقول هذه القناه شنو دخلها؟ ليش؟ فهو لذلك يعني ما عاجبه، ليش؟ لانه هو اساسا طيب هو ليش طائفي. اصلا ليش اصلا يدخل ويتهجم على القناه؟ ليش ما يدخل يتكلم على الشهداء اللي دي يسقطون بالساحات الان؟ ليش ما يتكلم عن الدماء التي تسيل؟ مو استاذ ما معتبرهم شهداء، هو معتبرهم قتله، هذول متجاوزين على القانون. هذا اعتبارهم هو، لانهم هذول علموهم هيك. هم قالوا لهم هذول هيك، لان هذا هو عليه من طالع، هذا طالع على خامنئي. ما يصير ما يصير يطلع على خامنئي هذا. هم هيك استاذ الكريم، هم هذول هذه ثقافتهم. لعد هذا اليوم اللي بالوثبه يعني شنو اللي قتلوه؟ متظاهرين؟ لا، المتظاهرين كذبوا قناص يقتل بيهم، وخذوه سلموه للي يسمون انفسهم حكومه. جنود شفناهم بالناصريه يركضون وراهم يقطفون وراهم حجاره، وطاح الجندي وحسر ما قتلوه، لموه خذوه وقال حق جماعتك روح، وهم جاي يركضون وراه. مو هذا اللي سواه اليوم هذا ابو القبعات الزرق يسميهم، اللي ما ادري مين جابهم منه، يقول اليوم الله راح اسحبهم. يا هاي قال تجيبهم انت تركب الموجه تطب بوسط المتظاهرين، انت قاعد بقم ومع المتظاهرين، هو اللي يقتل المتظاهرين يا يقتلهم، غير جماعتكم، غير خامنئي، غير شو اسمه هذا القاسم سليماني، هو مسوي له خليه معالجه الازمه ببغداد. نعم. انت مو تقول انا ما ضد الحكومه وانت صاير بنص الحكومه مشارك بيها. وزير الصحه اللي شرد، غير شرد من جماعتك اللي يدون يبقون 120 مليون دولار تضحكون على العراقيين انتم. فمثل هذه الاشكال سيد الكريم يعني خليه يتوقف، ما يقدر، راح ينفجر من الغيظ اللي بيه، راح ينفجر من اطفال عمرهم 18 و19 و20 بس عقولهم عقول رجال، مو عقول هذول عبدة المقدسات. عبدت واحد مشي قدامه يقول ايه هذا صحيح، شايل موقع وحاطط مقتدى به. فهذول سيدي الكريم، هذا يقول ان جاءت مذمتي من ناقص فذلك دليل على اني كامله. اطلع انت عبر عن شعبك، عبر عن المعاناه تعيش، انت كهرباء زينه عندك، الحصه التموينيه تحصلها كلها، جاي تشتغل، اللي قعدوا هنا باوروبا وبرفحه وقعدوا مستانسين يجوك وركبوا على راسك اذا انت كنت عايش بالعراق قبل. بسبب هذولة. نعم. فهذا الشيء الكريم. أبو علي طبعا أنا أشكرك، وإحنا نفرح ونفتخر بجمهورنا الحمد لله يعني، وبمتصلينا اللي هم يوقفون حائط سد أمام هذه الأصوات النشاز، وهم اللي يدافعون وفق قناعاتهم طبعا، وفق عقولهم وأفكارهم وبما يعتقدونه، أن هذه القناة من وجهة نظرهم هي قناة وطنية، وهم يرون هذا. ونحن نفتخر طبعا بكم بالمشاهدين الكرام الذين يؤيدون طبعا، وهو شيء يسعدنا ويشرفنا، وهو أيضا رد على هذه الأصوات التي تخرج متهجمة تحرف الحوار عن مساره، تحاول أن تثير بلبلة، ويعني شو مجرد أنه ما الذي يمكن أن يكسبه مما تحدث به، في حين أن ابن بلده إذا كان عراقيا حقيقيا يسقط شهيدا وهو بشكل سلمي
يقتل غدرا على يد ميليشيات وقوات حكومية لم يتحدث بهذا الموضوع واكتفى بتوجيه اتهامات باطلة. علي من بغداد، تفضل يا علي. حيدر من بغداد. حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ وعليكم السلام. تحية لك ولبرنامجكم الكريم وقناتكم الموقرة. اهلا وسهلا. احب يعني اوصل كلمة واحدة لان قنوات هواي الاعلام اللي صار ضد المتظاهرين. نعم. اللي من ضمنها قنواتكم الشرقية والحدث والحرة وقنوات الشرقية، صار شقين، اكو قنوات هي مدافعة عن الحكومة واكو قنوات مدافعة عن المتظاهرين. مع الاسف اكو قنوات هي مدافعة عن المتظاهرين بس هي كان نفسها طائفي بحثي ارهابي والان ركبت الموجه. فانا ما احب اللي اوصل كلمه واحده للمتصل اللي قبلي ابو علي اللي لمح الشيعه كانوا عبده المقدسات، والمتصل اللي قبله اللي قال لا اخوي يعني من مذهب شيعي عندي مرجعيه يعني ارجع لها ما اقبل واحد يعني ياخذ فوت ولا اقبل واحد يسميني انا يعني عبده المقدسات. طيب. فاحب يا ريت لو قناتكم محايده سلميه وتنقل الصوت الصحيح اللي صار. سيد حيدر، يوم احنا مرة سيد حيدر، يعني انا عندي سؤال. سألت السيدة أم قصي من الكوت، قالت يعني الدماء مع الشباب اللي ده تسقط بالشوارع الحكومة ساكتة وما مهتمة، بينما لما صار مسلسل ومسرحية على تعليق وتمثيل بجثة عضو ميليشيا قتل 5 من شباب العراق صار الضجة أكو ومطالبة بفتح تحقيق. لا تكون دبلوماسي بكلامك وخليك واقعي سيد حيدر. هل ما يحدث الآن في العراق من جرائم، من اغتيالات للناشطين، من خطف، من سفك للدماء ومجازر، هذا الموضوع يتطلب منك انه تتكلم عن نكون حياديين وموضوعين؟ وين الـ وين الـ وين العدل، وين القانون بهذا البلد يا سيد حيدر؟ شنو موقفك انت كعراقي من دماء الشباب اللي تسقط الان بالشوارع؟ شنو رايك؟ اقول لك انا شنو موقفي. موقفي اني بانه انا مو عايش بغابه، روح لي يضربني انا لازم اضربه، يعني من يجيني تكرم الكلب يعضني مو الا عارف. طيب. ليش طلعنا مظاهرات على هاي الحكومه؟ لان هي حكومه فاسده، تقتل الدم بارد، فاقد فلوسنا، فاقد احلامنا. ليش طلعنا مظاهرات عليها؟ يعني انا اروح اكتب منهم؟ انا اكتب المنتسبين لو اكتب ما اعرف شنو؟ انا طالع بسلميه على مود ما اضرب ولا واحد، انا سلميه. نعم. انتم تقتلوا لكم واحد وتدبون اوراق المظاهرين متظاهرين، وين اكو حدكم؟ طيب انت يعني متظاهر يا حيدر؟ انت متظاهر؟ طبعا انا عراقي متظاهر في ساحه التحرير. تمام. طلبت قبل شويه انه نكون احنا حياديين، يعني شنو قصدك بالكلام اللي حضرتك قلته مثلا؟ شنو اقصد الفكره اللي طرحتها يعني؟ وين شفت عدم الحياديه بكلامنا؟ خوش خليني اوصل لك فكره. التايتل اللي موجود مال قناه الراسليه الحاليه هسه جاي اقرا يكون ميليشيات الحشد، ميليشيات الحشد. طيب. أوكي. صار ميليشيات. يعني أنا أسأل حضرتك سؤال بس حتى لا نطول لأن عندنا متصلين ينتظرونا. سؤال، ميليشيا العصائب مو ضمن الحشد الشعبي لو مو ضمن الحشد؟ سمي أسماء يعني قول العصائب كتلة ولا تسمي الحشد. بس أوكي أنا أسألك سؤال، العصائب ضمن الحشد لو مو ضمن الحشد؟ يعني ضمن الحشد يعني حتى نختصر الإجابة. وغيرها من ميليشيات. ما يصير عمم انا. بس اسمح لي وجايك بالكلام حيدر بس اسمعني. العصائب بس يا اخي حتى لا يصير الموضوع هوسه، خلي كلمتين حتى نختصر. العصائب وغيرها من الجماعات المسلحه هي ضمن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي اللي الشباب اللي راحوا واستشهدوا او اللي راحوا قاتلوا بالمحافظات اللي طلعوا التطوع ذولا خلص دورهم وهسه موجودين بساحات التظاهر، ما عاجبهم الوضع ودي يتظاهرون. من بقي يمسك بما يسمى بالحشد الهوذولي وهسه من صرت انا بالمظاهرات انا انه ضد الحشد. أوكي. يعني مو صحيح بس تمام. انت قل لي مثلا هسه اي
تابع للجيش العراقي، معناه الجيش العراقي كله موجودين. طيب حيدر وضحت فكرتك، انا اشكرك، وضحت فكرتك. مؤسسة الحشد الشعبي هذه التي خرجت بفتوى او شكلت بفتوى السيستاني، الحشد الشعبي الشباب اللي راحوا وانقتلوا ذهبوا الى محرقة ويعني قتلوا في المعارك كثير منهم، من بقي من المتطوعين الان نراه من الشباب طبعا نراه في الساحات يتظاهر للمطالبة بالحق بعد ان سلب الحق. كم من عنصر في الحشد شاهدناه وهو مرمي على الأرصفة بعد عودته من ساحات القتال بلا علاج وبلا اكتراث، شمرتهم الحكومة بالشوارع. من بقي يدير ما يسمى مؤسسة الحشد الشعبي هي هذه العصابات والميليشيات التي تقتل الشباب اليوم، يستغلون هذا الاسم حتى يظل أكو خطوط حمراء محطوطة أمام الرأي العام وأمام العراقيين، ترى دي يسبون الحشد. شوهوا سمعة هذا التنظيم والذي كان من المفترض أن يكون خرج لهدف سامي، لكن استغلوه والآن يذبحون العراقيين باسمه. العصائب جزء من الحشد، ما أقدر أن أقول ميليشيا العصائب بس، طالما هي تابعة ولها مرجع يسمى هيئة الحشد الشعبي التي تتحدث عن تمثيلها لشريحة من الشباب ومن العراقيين، ما أقدر أستثني. ولكل ميليشيا قتلت وسفكت دماء العراقيين، وطالما هذه المؤسسة تتبع لحكومة فاسدة يرفضها الشعب إذن هي جزء من هذا الفساد. أبو الحسن من بغداد، دكتور تفضل. دكتور أبو الحسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل دكتور. أستاذ محمد، حقيقة أنا أستغرب من هذا الأخ اللي يطالب قناة الرافدين بالحيادية. كيف يكون للرافدين وهي قناة عراقية وطنية أن تكون محايدة بين القتلة وبين الشعب العراقي الذي قتل بدم بارد؟ نعم. كيف للرافدين أن يكون لها هذا المجد ما لم هي تنحاز إلى الشعب العراقي؟ نعم. فمن الغريب أن نسمع هذا أصوات تطالب الرافدين بالحياد. كل مجد الرافدين وكل للرافدين من الشعب العراقي هو في انحيازها للشعب. لقد أثبتت الرافدين قناة إعلامية فضائية وطنية عراقية عربية تشمخ بانحيازها للشعب العراقي وثورته التي أعطت من الدماء ما لم تعطه أي ثورة. نعم. إن تلك الأصوات التي تتكلم بهذا المنطق ضد الرافدين هم من المؤسسات الحكومية، ولا أريد أطيل في هذا المجال. طيب انا اريد اسالك يا دكتور، اريد اسالك على اود ان اسالك على قضيه ساحه الوثبه والقمع المستمر، القمع الحكومي. طبعا ساحه الوثبه واحده من ساحات كثر حدثت بها مجازر، استهدف المتظاهرون فيها ويستمر القمع، مسلسل القمع، ما الهدف المراد منه من قبل هذه الميليشيات المنفذه وكذلك القوات الحكوميه المغطية أو المتفرجة إذا يمكن أن توصف بهذا الوصف؟ أنا أعتقد أستاذ محمد، نعم، ما حدث في الوثبة يأتي حلقة من سلسلة مخطط بدأ بالقناص ومر بالغازات، نعم، ثم الاغتيالات والاعتقالات، كل ذلك من أجل قتل هذه الثورة. نعم. وتشويه سمعتها. لكن الثوار والمتظاهرين أثبتوا سلميتهم. نعم. ومدنيتهم وثقافتهم وأخلاق ثورتهم. سألت بالتبرؤ من كل تلك الأعمال.
سألت السيدة أم قصي من الكوت يا دكتور أبو الحسن سؤالا في غاية الأهمية وواقعي ومنطقي جدا أن يطرح الآن. تقول الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تمثيل بجثة أحد عناصر ميليشيا الخراساني اللي تروج له حكوميا ومن خلال جيوشها الإلكترونية أنه هذا شغل المتظاهرين، رغم استنكار واستهجان اللجنة المنظمة للمظاهرات من هكذا فعل، وهي تتبرأ منه وتقول بأن هذه مسرحية حكومية. عموما تسأل السيدة أم قصي تقول ليش يثار الآن تثار ضجة حكومية من أجل محاسبة من قاموا بهذا الفعل الشنيع بقتلي وتمثيلي بجثة أحد عناصر الميليشيات اللي قتل الناس، في حين تسفك قواتها وبقية الميليشيات في العراق من ضمنها الخراساني دماء شباب العراق ولا تحرك ساكن الحكومة. أستاذ محمد، أنا هذا السؤال نعم تعليق على ما قيل حول الطرف الثالث. أنا أقول ليس هنالك طرف ثالث. نعم. هنالك حكومة هي الطرف الأول والطرف الثالث والرابع والخامس. نعم. وإذا كان يشار إلى أن الطرف الثالث هي ميليشيات إيرانية أو الأصابع الإيرانية التي تحرك الوضع، فما هي صفة هذه الحكومة؟ نعم. لا فرق بين الطرف الثالث والطرف الأول، الحكومة تابعة إلى إيران وتأتمر بأمر سليماني. نعم. دكتور أبو الحسن من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا المقطع الذي شاهدتموه مشاهدينا الكرام الآن هو اعتصام لمهندسي النفط أمام وزارة النفط، اعتصام منذ يومين يعتدى عليهم من قبل القوات الحكومية على الشباب بهذه الطريقة الهمجية الوحشية، ويهان المهندس العراقي مهندس النفط الذي هو ثروة هذا البلد، يهان بهذه الطريقة وهو يطالب بحقه معتصما أمام وزارة النفط التي من المفترض كان أن توفر له فرصة عمل في بلد نفطي، بلد يعني مهندس النفط بيها المفروض أول ما يتخرج يشتغل، ولكن يعتصم الشاب والمهندس العراقي بكافة المجالات والتخصصات يبحث عن عمل في بلد من أغنى بلدان العالم وبلد نفطي وهو مهندس نفط. هذه هي المأساة، يعتدى عليه. أسماء من ديالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين ولكل مشاهدي قناة الرافدين، ويا ربي يحفظكم ويوفق هذه القناة اللي أنا من 2015 أستاذ محمد أتابعها. نعم. وأشارك ببرامجها لحد الآن. نعم. إذا مو قناة الرافدين نغلق التلفزيون ونقعد، يعني بعد ما أتابع أي قناة، لأن بس قناة الرافدين هي كل العراقيين، هي كل الطوائف، ويشهد الله على ما نقول هذا الكلام. صادقة يا أسماء، صادقة. أستاذ محمد بالنسبة لي
يعني هاي الوضع اللي احنا عايشين فيه. انا قبل يومين كنت حبيت اشارك وياكم بالنسبه لكلام محمد الحلبوسي اللي رئيس مجلس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اللي قال لا نصر الا بعوده النازحين والقضاء على الارهاب. هو منو خلى النازحين يوصل حالهم الى هذا اليوم؟ وين الارهاب؟ انتم ارهابيين، يعني انت دمرتوا البلاد، دمرتوا هالنازحين اللي ما خليتهم يرجعون لبيوتهم. احنا هاي كم سنه استاذ محمد احنا نشوف هوايه هوايه معاناه، ظروفنا جدا قاسيه. صحيح. وين محمد الحلبوسي اللي هسه جاي يحكي بوقت الناس طلعت مظاهرات يحكي هذا الكلام؟ قبل وين كان؟ احنا هاي 10 سنوات احنا نازحين، وين؟ ليش ما يحكون السياسيين؟ ليش ما ما يدخلون باوضاعنا ويشوفون احوالنا؟ والله احنا نشوف الميليشيات والحكومه تسوي كل الجرائم، ما حد ما يحاسبهم. بس يعني اللي يحاسبونا احنا، وخاصه الاستاذ محمد اوصل لك كلام، انا واحده من الناس اتابع برامجكم واشارك ببرامجكم. يتهموني هواي يقولون اسماء بعثيه واسماء حزبيه واسماء هيك هيك تشاركين وهيك بهاي القناه. لا انا ما اسمع كلامهم لان هاي القناه بس ويانا ويا همومنا. اسماءهم ما بقى ما بقى احد بالعراق ما اتهموه انه هو بعثي. يعني شباب عمرهم 18 سنه اتهموه انه هو بعثي. عموما اسماء انا اشكرك، اعتذر منك الوقت شرف على الانتهاء، شكرا لك للمشاركه. ابو احمد من النجف تفضل يا ابو احمد. المذيع المرموق المذيع المؤدب الخلوق. حياك الله. اخي انا اريد نقاط مهمه جدا. ما حدث في ساحه الوجبه يراد بهم ان المتظاهرين بشعين وارهابيين ويصورون العطب، بس تعرف هذا ماذا يعكس؟ السؤال هذا علامه على انكسار الاحزاب، لان هذا الذي الفبركه التي حدثت بهذا الشهر الخامس حتى يقولون انه قد اعدم وهذه المظاهرات وهذه انا اقول للسيد علي السيستاني وللساده السياسيين، لماذا لا تدينوا قتل المتظاهرين بالجمله؟ لماذا ولا تقعد على مقتل هذا ولا نعرف ما قتله؟ انا اقول ان الجيش العراقي الحالي والشرطه هم هم جيش للاحزاب وللميليشيات، فاين حمايه المتظاهرين؟ اين حمايه المتظاهرين؟ واتوجه للحلبوسي، هذا ما ايها الحلبوسي، انا سمعت اختي ماذا تقول؟ النازحين في مخيمات كردستان وغير كردستان لا تعمر بدنهم ولن يرجعوا الى بيوتهم، فكيف نحن نقنع انكم متظاهرين؟ اخي الى جماهير الفكائره مدمرة مصفى بيجي سر يعني دا ينطون حقوقنا ويصمموا على قتلنا. يا ناس اوعوا لا يفيدنا دستورهم. سيد قال يجب اصلاح المفوضية، فهذا كذب علينا. يقتلونا باسم هذه المفوضية. أبو أحمد أنا أشكرك، وضحت الفكرة، أعتذر منك الوقت انتهى. أبو أحمد من النجف شكرا لك. معنا علي من الأحواز. علي تفضل حياك الله. علي فقدنا الاتصال مع السيد علي من الأحواز. محمد من هولندا تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. محمد أعتذر منك، طبعا أود منك أن تختصر قدر الإمكان لأن الوقت انتهى. حدث تعلق بسؤال المعتصم. نعم. يتهمكم من قرارات بعثية. نعم. طبعا هذا نفر ضال قابلة تسيير وقلابة تنبح. أما جانا عد بعثية. في عصر البعثية ازدهرت الزراعة، ازدهر الطب، ازدهر التعليم. لسنا في صدد مقارنة يا محمد، نحن نتحدث عن العراق الجديد الذي وعدوا به العراقيين. أين هذا العراق؟ أين عراق الديمقراطية اللي نشوف به الشباب تقتل لأنها تقول لا لهاي العملية السياسية الفاسدة؟ هذا هو اللي احنا نتكلم، احنا مو بصدد مقارنة حتى لا ندخل بهذا السجال. والله يا أخي محمد، العراق حاليا أسير. العراق حاليا أسير يقتل بدم بارد والعالم كله يتفرج. نعم. من قبل بليشيات ايران.
وأنا ما يطول عليكم. تحية قناة سيد محمد، أنا أشكرك وأعتذر منك مرة ثانية أنه الوقت ضيق. مشاهدينا، حتى نعطي للمشاركين على الواتساب حقهم أيضا بالمشاركة، قراءة سريعة وموجزة للرسائل. عماد فيصل، السيد عماد يقول: نحيي قناة الرافدين كادرها الوطني، تحية لثوار العراق، تبقى ثورتكم سلمية بالرغم مما قدمتموه من شهداء، لأن المفلسين يحاولون حرف ثورتكم عن مسارها. رسالة تقول: أنا أم مريم اليوم اتصلت عليكم من بغداد، أقدر أدزلكم صور الشهداء والمقاطع. نتمنى يا أم مريم تفضلي، إحنا بانتظارها إن شاء الله. رسالة تقول: حبيب عيال من ذي قار، أخوكم. الجهة اللي قامت بقتل الشخص وتعليقه في عمود الكهرباء نفس الجهة اللي فتحت النار على الشباب السلميين في ساحة الخلاني والناصرية والنجف، ونفس الجهة اللي اغتالت الشهيد فهم الطائي والشهيد علي اللامي، ونفس الجهة اللي قتلت أكثر من 500 شاب أعزل وجرح 17,000. رسالة تقول: السلام عليكم، أبو خالد من الأحواز، نشكر جهودكم، الله ينصر ثورة العراق على المجوس وعملائهم. رسالة تقول من سليم خيون من ذي قار، يقول: تحية طيبة لقناة الرافدين، المنبر الشريف، نورت أستاذ محمد. كل شيء يصير يوقع برأس المتظاهرين، بعد شنو فيلم الجديد يطلع عليهم أو راح يطلع عليهم؟ بقى شيء ما سويتوه، فوقها أكو ناس بس لصق ونسخ، ما تعرف شيء. تحياتي، أخوكم الثار. رسالة تقول: تحية عطيرة لقناة الرافدين، صوت الشعب العراقي الحر الثائر، الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين المجيدة، دم الشهداء ثمنه سيكون تحرير العراق. نوال عبيد الدليمي، شكرا يا نوال. رسالة تقول: أنا أم مريم من الناصرية، أحب أشكر هالقناة الشريفة اللي جاي تدعم المظاهرات والمتظاهرين السلميين. استقالة عادل عبد المهدي لا تعني لنا شيء، نحن نريد إسقاط الحكومة. نوار من هولندا، أحب أرد على هذا التبعي، هذا إيراني معتصم من السماوة. طيب، رسالة أخرى تقول: أحمد من مصر، السلام عليكم، يجب تطهير العراق من الميليشيات والأحزاب المجرمة منذ 2003. رسالة تقول: السلام عليكم، أرجوكم هذا الشخص اللي اتصل قبل قليل سووا له حظر الرقمة، ولا تزعجونه بصوته، صوت كريه مثل صوت عبد المهدي الكربلائي. شكرا يا منتظر. رسالة تقول: مساء الخير، قناة الرافدين العظيمة، هذول الميليشيات الفساد صايرين يخطفون المتظاهرين. شكرا يا فاتن. طيب، آخر رسالة، وهي آخر رسالة جاءت. شكرا لكم، أنا مصطفى ثامر من التظاهرة، والله كلش فرحان أنه الحدث، أكو قناة طاهرة مثل قناتكم اللي جاي تنقل الحق ومو مثل بقية. الحمد لله على وجودكم يا طيبين، وجاءت نقول الحقيقة. شكرا جزيلا لك يا مصطفى، وشكر لكل المشاركين والمشاهدين الكرام اللي شاركونا بهذه الحلقة. أشكركم أيضا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.